بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد الحلقة الثانية والعشرين من محاضرات الجافا سكريبت، وهنكمل فيها مع حلقات تنفيذ الأوامر. وهناخد النهاردة حلقة الهوايل لوب. الهوايل لوب يا جماعة هي عبارة عن حلقة بتستمر طالما في شرط معين متحقق، وبتنتهي طالما الشرط ده ايه انتهى من التحقق يعني وكده. تمام كده. علشان نعمل الهوايل لوب تعالى نعمل ملف كده جديد، ادي فايل، ونختار نيو، وبعدين هنختار ال HTML فايل، وبعدين هنكتب التعامل مع حلقة الهوايل لوب. تمام كده. وبعد كده هنقول له كرييت، وبعدين هنعمل فايل وهنعمل سيف، وهنكتب الهوايل لوب. تمام كده، ونقول له سيف. تمام. طيب هنيجي في البادي عندنا، وهنعمل اول حاجه هنعمل باراجراف، وهندي له اي دي بي 1 وليكن بي باراجراف، وهندي له اي دي بي 1. تمام. وبعدين هندي له مثلا حلقات الهوايل لوب. وبعدين هنيجي مثلا نخلي الدايركشن بتاعنا هنا داير RTL، واللانجوج AR بالشكل ده، نضغط كنترول اس. تمام كده، ونشوف النتيجه اف 12. انا رحت على الجوجل كروم، هتاكد مكتوب كده ايه حلقات الهواي لوب والتعامل مع حلقه الهواي لوب. تمام. طيب تعال نخش جوه البادي ونعمل سكريبت. هنعمل سكريبت بالشكل ده، وفي السكريبت هنكتب تكست طيب عايز بتاعه سكريبت. طيب هنخليه تكست على جافا سكريبت، تكست على جافا سكريبت بهذا الشكل، وهنقفل السكريبت بتاعنا. تمام كده. وهنكتب الهوايل شكلها بسيط جدا، بس اول حاجه حالا اللي عم تغير ولكن var. تمام كده. الاي بيساوي صفر، اي هتساوي صفر. تمام كده، فاصله منقوطه. وبعدين هنقول له هوايل هوايل. تمام، وافتح قوسين. تمام، واقول له ان الاي مثلا كانت اقل من 5. تمام، وافتح كيرل براكتس عشان احط فيه الكود بتاعي. يبقى دلوقتي انا اعلنت عن متغير اي. تمام كده، واعطيته القيمه الصفر. تمام، بهذا الشكل. وبعد كده قلت له لو كان الاي هوايل، لا طالما ان الاي ده اقل من 5 هتخش جوه وهتكتب الكلام دوت. هنقول له دوكيمنت دوت جيت element باي اي دي، جيت element باي اي دي، وهنفتح قوس. تمام كده، وهنقول له مثلا البي 1. تمام كده، دوت انر اتش تي ام ال، دوت انر اتش تي ام ال. تمام كده، هتساوي طبعا بلس عشان نضيف على النص اللي موجود. تمام، وهنحط البي ار تاج، البي ار تاج بالشكل دوت. تمام، وبعدين هنقول له ضيف لي مين الاي. تمام، وعلشان الكود ده ما يتنفذش بشكل مستمر ويعمل كراشنج للبراوزر، لو احنا سيبناه بالشكل دوت كل مره هو هيشوف ان الاي بتساوي صفر، ماشي كده، وهيروح طابع قيمه ايه، طابع قيمه الاي، وبعد كده يفضل داخل في الحاله لحد ما لا نهايه، اللي هو الانفينيتي لوب. تمام كده، ويعمل كراشنج لمين، للبراوزر. فاحنا هنيجي هنا ونقول له الاي بلس بلس، يعني زود لي الاي بمقدار كام، 1 الاي بلس بلس بهذا الشكل عشان ما يخشش فين في لوب انفينيتي. وهنعمل كنترول اس، وهنعمل اف 12، وهنبص تلاقي ان حلقات الهواي لوب وكتب لك 0 1 2 3 4، واول ما وصل لحد 4 لاحظ ان الاي اكبر من او تساوي 5، فراح طلع من مين، من الهواي لوب. تمام. في تطبيق بسيط كده هنعمله علشان نشوف قوه الهواي لوب برضو. التطبيق دوت بيقول لك ان انا لو انا معايا رصيد $1000. تمام كده، وعاوز اشتري عناصر من الماركت بشكل عشوائي. تمام كده، قيمتها تتراوح ما بين الصفر والمية. كام عنصر انت ممكن تشتريه من الماركت قيمته تتراوح من الصفر والمية لو معاك رصيد
$1,000، فاحنا عاوزين نعمل برنامج يتتبع العملية ديت، عاوزين نتابع الرصيد والعناصر المشتراه وكم العنصر اشتريناه من خلال كود معمول بالهويلوت. طيب تعال نشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. اول حاجه هنيجي في ال HTML فايل بتاعنا من فوق، وهنعمل بوتون. البوتون ده هو اللي هيكون مسؤول عن تشغيل الكود دوت. هنعمل بوتون تمام، وهندي البوتون بتاعنا دوت حدث اللي هو الاون كليك، اون كليك تمام كده، بحيث ان هو ينفذ داله اللي هي اسمها انيشيت جيم مثلا بالشكل دوت تمام، وهنحط ايه قوسين تمام. وبعد كده هنقفل البوتون بتاعنا تمام، وهنقول له ابدأ شراء الآن. الكود ده معناه ان هو كنترول اس، معناه ان هو هيظهر لك بوتون بالشكل دوت. لو ضغطت على البوتون دوت هيستدعي داله الانيشيت جيم اللي هي هتشوف الرصيد بتاعك وهتشوف العناصر اللي انت ممكن تشتريها بقيمه من 0 لـ100، وهتشوف كام عنصر انت ممكن تشتريه بالرصيد بالبالانس بتاعك دوت. تمام كده تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه هنعمل باراجراف وليكن بالشكل دوت تحت البوتون هنا في الحته دي، هنعمل باراجراف بي تاج باراجراف تمام كده، وهندي له اي دي وليكن بالانس بهذا الشكل بالانس تمام. وبعد كده هنقفل الباراجراف دوت وهنكتب الرصيد الحالي $1,000. الرصيد الحالي هنكتب $1,000، وهنضغط كنترول واس ونشوفها على هنا. هاتي كده عندك باراجراف باي دي بالانس تمام كده، والرصيد الحالي مكتوب كام؟ $1,000. تمام. طيب بعد ما عملنا البوتون وعملنا الباراجراف، محتاجين ان احنا نكتب الفانكشن بتاعتنا اللي هتبتدي تنفذ لما اضغط على ابدا الشراء الان. تمام. هنكتب الفانكشن دي داخل طبعا مين؟ السكريبت بتاعنا. هنيجي هنا وهنكتب كلمة function بهذا الشكل، وهندي الفانكشن دوت اللي هو الاسم بتاعنا اللي هو احنا سميناه initiate game اللي هو دوت. هتاخد كلها على بعضيها control c، حط هنا control و v تمام كده. وبعدين هنخش جوه الفانكشن ده بعد بعمل curly brackets بالشكل دوت، وهقول له اول حاجة هنعلن عن var اللي هو balance بتاعنا balance بهذا الشكل، وهنديه قيمه وليكن 1000 اللي هي طبعا قيمه ال $1,000 اللي هي القيمه المبدئيه بتاعتنا. وهنعمل variable تاني وهنسميه الـ items put var item put بهذا الشكل items put، وهتساوي 0 بهذا الشكل. يبقى العناصر اللي احنا اشتريناها هتساوي 0 دلوقتي، احنا لسه ما اشتريناش عناصر. وبعد كده هنخش جوه لوب هوايل تمام كده، واقول له لما يكون البالانس ده اكبر من الصفر استمر في الحلقه. البالانس يكون اكبر من الصفر استمر في الحلقه ايه بتاعتنا. تمام كده تمام. طيب هنفتح كده براكتس عشان نخش جوه هوايل لوب. طيب بعدين هنعمل فار تاني اللي هو متغير تاني، وفي الفار دوت هنقول له الايتم برايس هيتساوي الايتم برايس هيساوي الايتم برايس ده يا جماعه دي العناصر اللي احنا اشتريها اللي هي قيمتها هتكون من 0 لـ100، وهنستخدم الداله راندوم اللي هي الداله العشوائيه في توليد ارقام من 0 لحد 100، ولازم تكون الارقام دي ارقام صحيحه تمام كده. والداله ديت هتبقى داخل اللوب اللي هو الوايل لوب دوت، فكل مره هو هيولد لي رقم كان انا اشتريت فعلا ايتم قيمته من 0 لحد كام؟ لحد 100. يبقى الفار اللي هو الايتم برايس كان هو دوت هو الايتم او العنصر اللي انا اشتريته فعلا من السوبر ماركت وقيمته من 0 كام؟ لحد 100. طب عشان نعمل كده هنعمل ايه؟ هنعمل اول حاجه ماس فلور، ماس دوت فلور بهذا الشكل، ودي داله
تعال نكتبها تاني داس ماس دوت فلور تمام كده، ودي ده اللي بتجيب لك الرقم الصحيح زيها زي داله الراوند لو انتوا فاكرين، هي نفس الداله تقريبا بتجيب لك الرقم الصحيح او بتجيب لك رقم صحيح من رقم كسري. هنقول لك وبعد كده هنولد داله، هنولد رقم عشوائي ماس دوت راندم تمام كده، هنولد رقم عشوائي من 0 لحد كام؟ لحد 100 راندم ضرب كام؟ ضرب 100 ضرب 100 تمام. يبقى الجمله دي معناها ايه؟ ان انا كانني اشتريت ايتم او اشتريت عنصر قيمته من 0 لحد 100 تمام كده، وحطيته في الايتم ايه؟ الايتم برايس ده تمام. جبناها ازاي من 0 لحد 100؟ استخدمنا مكتبه الماس مع داله الراندم وضربناها في 100، وعشان ما يطلعش رقم كسري حولناه لرقم صحيح عن طريق داله الفلور او داله الراوند، هي مش هتفرق كتير تمام كده؟ تمام. طيب يبقى كده يا جماعه، يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا العنصر اللي هو اشترينا. طيب هو بعد كده هقول لو كان الايتم برايس ده اقل من او يساوي البالانس تمام كده، لو كانت العنصر انت بتشتريها اقل من او يساوي البالانس تمام كده، يعني لسه البالانس كبير يكفي ان انا اشتري عناصر تانية، روح زود الايتمز بواحد وخلي البالانس بيساوي البالانس ناقص الايتم ايه؟ الايتم برايس تاني. يبقى نيجي كده هنعمل تشيك اف تمام الايتم برايس دوت اقل من او يساوي البالانس تمام كده. خلينا بس عشان نبقى مش منظمين، خلي القوس تحت، ايوه نخش تمام تمام كده. لو كان العناصر اللي انت بتشتريها ديت تمام كده اقل من او يساوي البالانس، يعني انت عندك بالانس زياده معناها البالانس اكبر من العناصر اللي انت بتشتريها، هنخلي الايتم بوت هنزوده بقيمه واحد، يعني انت ممكن تشتري تاني زائد يساوي واحد بهذا الشكل تمام، وهنخلي البالانس هيساوي البالانس ناقص الايتم برايس، يعني ناقص يساوي الايتم برايس، يعني اطرح الايتم برايس منين؟ من بالانس تمام كده تمام. طيب وبعد كده عاوزين نطبع حاجه عشان نشوفها، كنترول اس عشان ايه؟ عاوزين نطبع حاجه عشان ايه؟ هنشوف، هنقول له دوكيمنت تمام دوت جيت ايليمنت باي اي دي، جيت ايليمنت باي اي دي، وهنفتح قوسين بهذا الشكل وهنحط العلامه. انا عاوز العنصر اللي هو الباراجراف اللي اسمه ايه؟ بالانس بالشكل دوت تمام. وبعد كده نقول له دوت انر اتش تي ام ال، دوت انر اتش تي ام ال، هنحط علامه زائد يساوي علشان يضيف على الباراجراف الحالي دوت، ما يكتبش عليه بس تمام كده. وهنقول له باراجراف البي باراجراف تمام كده، وهقول له اشتريته وبعدين علامه نقطتين ساين دولار، انا اشتريت تمام كده مسافه عنصر اللي هو الايتم برايس اشتريت عنصر اللي هو الايتم برايس، يعني اشتريت عنصر او اشتريت حاجه بالايتم برايس تمام كده، زائد واحط الديكوتيشن تاني وهقول له نقطة الرصيد الحالي تمام، واحط علامة الساين دولار مرة تانية، علامة الساين دولار، وبعد كده هقفل وهقول له زائد البالانس تمام بلس، وبعد كده احط تو كوتيشن مره ثانيه واحط نقطه واحط الباراجراف، هقفل الباراجراف. ودي هتقول لك ان انت اشتريت عنصر بكذا والبالانس الحالي دلوقتي اللي موجود هو كذا، علشان يوريك الحلقه وهي شغاله تمام كده تمام. وبعد ما قفلت كل دوت هروح قافل الفصل المضبوط، طبعا عندي الاقواس كلها مظبوطه كنترول اس تمام. وبعد كده لو انت حابب يعني تمام
ممكن تطبع كمان بقى بره الحلقة، بس بره حلقة الهواي لوب ديت، في الحتة دي ممكن تطبع انت اشتريت كام عنصر، يعني الرصيد بتاعك مع الدالة العشوائية، يعني اشتريت كام عنصر، قيمته بتساوي من زيرو لحد 100 قد ايه، تمام. عن طريق برضو انه ممكن اجي هنا اقول له الدوكيمنت دوت جيت element by id، جيت element by id، وبعد كده هقول له البالانس بتاعنا. طبعا احنا بنكتب على البالانس اللي هو الباراجراف اللي اسمه بالانس، تمام. دوت انر اتش تي ام ال، دوت انر اتش تي ام ال، تمام. بلس يساوي، واقول له باراجراف، تمام كده. دي بي كمان الجمله دي معناها ان انت هتجيب، يعني انت اشتريت كام عنصر، اشتريت كام ايه، اشتريت كام عنصر اللي هو الايتم ايه، الايتمز بوت، تمام كده. طيب هنقول له كده لقد اشتريت، لقد اشتريت، تمام. واحط نقطتين، وبعدين احط علامه الزائد بهذا الشكل، وهكتب الايتمز بوت، الايتمز بوت اللي هو دوت، تمام. وهحط علامة الزائد مرة تانية، وبعد كده هحط تو كوتيشن، واقول له عنصر، عنصر يعني البضاعة اللي انت اشتريتها، ونقطة، وبعد كده باراجراف هقفله، باراجراف على بي، تمام. واخر حاجة بحط الفاصلة ايه، المنقوط، وضغط كنترول واس، وتعالى نجرب السكريبت اف 12 من لوحة المفاتيح، تمام. وتعالى اضغط اف 12 تاني عشان لو في اي حاجة لسه ما فيش حاجة يعني، تمام. تعالى نضغط ابدأ الشير الان، ماس از نوت ديفاينت، صفر 29. طبعا انت بتكتب اي حاجه انت متوقع لازم يكون فيها اخطاء، فما تخضش يعني، بس اهم حاجه تعرف تطلع الاخطاء فين. الماس نوت ديفاينت اهي الداله دي 29، بيقول لك ان دي مش موجوده اساسا، فاحنا هنعمل كده اهو، وهنكتب ماس، ايوه، دوت فلور، مظبوط كده، كنترول اس، اف 12 مره ثانيه. تعالى نضغط اف 12 عشان نشوف الكونسول بيقول ايه. ابدا اهو، بدات كده، تمام. بيقول لك دلوقتي انت رصيد الحاله عندك كام، 1000 دولار، تمام كده. اشتريت انت عنصر بكام، ب 51 دولار، اتطرحت من ال 1000 دولار، اصبح عندك دلوقتي كام، 949 دولار. بعدين اشتريت انت عنصر تاني بكام، ب 57 دولار، تمام كده. والرصيد دلوقتي اللي هو 51 و57، تمام كده. اتطرح من ال 1000، اصبح عندك دلوقتي كام، 992. وبعد كده انت اشتريت عنصر ب 69، التلات عناصر دول اتجمعوا، وبعد كده اتطرحوا من ديت، اصبح عندك 823. وفضلت انت ماشي لحد ما اصبح عندك البالانس بكام، بصفر. وخلال العمليه دي كلها، تمام كده، انت عملت ايه، رحت انت يعني اشتريت حوالي 27 عنصر، تمام كده، تمام. تعالى نعمل ريفرش مره ثانيه، وتعالى نعمل عمليه ابدا شراء. كل مره هو هيولد لك ايه بقى، ارقام عشوائيه، في كل مره كانك انت اشتريت فعلا عنصر بقيمه من صفر لحد 100، وطرحت قيمه العنصر دوت من البالانس بتاعك، لحد ما البالانس بتاعك صف على كام، على صفر، ويقول لك اشتريت 25 عنصر. تعال نجربها مره ثالثه، ابدا الشراء، المره دي اشتريت 22 عنصر. معنى كده ان الارقام دي بتختلف، وفي نفس الوقت بتطرح منين، من البالانس. طبعا انتوا شايفين قوه البرمجه، بتاكد زرار، انا عملت كانه برنامج محاسبي لوحدي، يعني عملت برنامج كانك بتشتري، وبيطرحه من البالانس لحد ما البالانس بتاعك يوصل لحد كام، لحد صفر، تمام. طب بكده نكون خلصنا حلقه اللي هو اللوب النهارده، واتمنى ان تكون حلقه عجبتكم. اذا عجبكم الفيديو ريت تعمل لي كومنت عليه، او لايك وشير، واذا عجبت القناه ريت تشترك في القناه بتاعتنا علشان نوصل ل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر زويدي من قناه مصطفى زويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.